إذا بالعودة للخبير العسكري السوري العقيد حاتم الراوي والحديث عن اغتيال زعيم قوات فاغنر، كنت أسألك عقيد حاتم، هل كان اغتيال بريغوجين مفاجئا بالنسبة لك؟ لم يكن مفاجئا على الإطلاق، لا لي ولا لأي مراقب عسكري أو استراتيجي، لأن لغز تمرد فاغنر عندما ندقق فيه والمراحل التي يعني مشى فيها هذا التمرد ملفتة جدا للانتباه، مما جعلنا نعتبر أن هناك لغز لن يعني يكتمل هذا اللغز إلا بإزالته ومحوه، وبالتالي يعني تنقلات بريغوجيني بهذه الحرية التي كان يتنقل بها وكأنه لم يفعل شيء كانت ملفتة للانتباه، لذلك تم اصطياد بريغوجيني. ويعني طبعا نحن على يعني بالنسبة للحادث بحد ذاته ما لم تكتمل التحقيقات لا نستطيع أن نعرف كيف كانت الضربة. طيب. الضربة ليست عطل فني لأنه تناثر قسم من الطائرة في الجو، لذلك بقي احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون هناك مادة متفجرة ومؤقتة يعني موقوتة عفوا داخل جسم الطائرة، أو أنها ضربت بصاروخ أو بأي مقدار. بجميع الحالات عقيد حاتم، بجميع الحالات يعني ما الذي تخشاه روسيا من التصريح الحقيقي أو التصريح المباشر باستهدافها لبريغوجين؟ لأن فاغنر لا تزال معششة في الجيش الروسي، وحقيقة الجيش الروسي يعتبر ضعيف جدا كأداء في الميدان أمام تدريب فاغنر العالي جدا، يعني نحن كان يلفت انتباهنا قوة تدريب فاغنر وحسن أدائها في القتال، لذلك يعني لا حتى بعد مقتل بريغوجيني لا أزال أضع احتمالات أخرى لارتداد هذا الاغتيال إن صح كاغتيال أو طمسه بأي طريقة، لا أزال أضع الارتدادات ستحصل في الوسط القيادي الروسي. طيب مستقبل الوجود الروسي في مناطق سواء الشرق الأوسط أفريقيا وليبيا وغيرها من المناطق بعد مقتل قائد أو زعيم قوات فاغنر، كيف سيكون هذا الموقف في رأيك؟ يعني بوتين وضع أمام خيارين، الخيارين صعبين جدا، إذا أبقى على بريغوجيني فهو يقاسمه السلطة حتى بعد تمرده، وإن قضى على بريغوجيني قد تخف وموقد يعني سوف تخف التزام فاغنر، سيضعف مع بوتين، وبالتالي هذا سينعكس على وجوده في سوريا وعلى وجوده في أفريقيا أيضا، يعني سيؤثر سلبا على الوجود الروسي في أفريقيا. هذا التأثير سوف يعني نجد أثره في المدى القريب أم البعيد؟ لا يجب أن نراه في القريب، لأنه الأحداث تتسارع ومقتل يعني قائد بهذا الحجم لابد أن يعطي ارتدادات ويعني وردود سريعة ليست يعني على المدى البعيد. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد حاتم الراوي، شكرا جزيلا لك.